الآن تقوم مظاهرة شعبية ضد الفساد في كربلاء المقدسة، وهناك الآلاف بل الملايين دير بالك ويثيرون عيارات النارية في الشوارع من حكومة كربلاء التي تدعي أنها حكومة للفقراء، بل هي حكومة ضد الفقراء، أنها حكومة ضد الفقراء. وهذه الحشود، وهذه الحشود التي طلقت النار على المظاهرين المتظاهرين السلبيين الذين لا يملكون إلا السوى القليل القليل كلش، وهذه العيارات النارية من داخل الحدث. الآن العيارات النارية من داخل الحدث وهي مظاهرة سلمية ضد الفساد وضد المفسدين في كربلاء وكل العراق الذي شاف وانتهت حقوق الإنسان في كربلاء. وهذه المظلومية وليس حربية، إنها سلمية 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 سلمية. سلمية سلمية، وليس يمتلكون أي رصاصة أو أي سلاح في داخل هذه المحافظة التي يقولون عنها مقدسة. أين قدسية كربلاء؟ أين قدسية كربلاء؟